يا أخي بما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قاطع رحم إذا لم يدخل الجنة أين يذهب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب العزة والجلال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين حب الجنة؟ أين حب الجنة من قلوبنا؟ رب العزة والجلال يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال رب العزة والجلال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اسمع صفة الذين أعد الله لهم الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عافين عن الناس، كيف من أقارب يا أمة محمد؟ والله أمر محزن، أمر محزن. الآن المجتمعات تئن وتعج بهؤلاء الأصناف الذين تقاطعوا الأرحام، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.